أقصي المنتخب الوطني الجزائري اللي قام 17 سنة من الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا لذات الفئة أمام المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 بملعب قسنطينة قبل قليل، حيث توقف مشوار الكتيبة الوطنية اليوم الأربعاء بعدما قدم نتائج إيجابية وسلبية في نفس الوقت وفي المقابلة ذاتها وفي الدورة بأكملها، ولم تظهر كتيبة أرز بيرمان بالوجه المشرف ما يجبره على إعادة حساباته من جديد مستقبلا وإحداث ثورة في تشكيلته. يذكر أنهم أقصوا أيضا من التأهل لكأس العالم على إثر هذه الخسارة أمام المنتخب المغربي الذي تأهل بدوره لكأس العالم.